طيب نروح لزميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نتكلم معاه على مباراه الاهلي والاسماعيلي ونشوف الاهلي بيستعد ازاي لهذه المواجهه. والنهارده اكيد في معسكر مغلق والفريق سافر الى الاسكندريه منذ الامس عشان نعرف الفريق بيستعد ازاي لمواجهه الاسماعيلي في برج العرب. والفريق على فكره مكمل في المعسكر لغايه السبت الجاي لان في مباراه مهمه يوم السبت باذن الله مع الاتحاد السكندري على استاد برج العرب. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك وطمني بقى على فرقه الاهلي والاستعدادات لمواجهه الاسماعيلي والاجواء كمان في برج العرب. يعني خلينا اكلمك على الاجواء في البدايه محمد، يمكن اجواء اكثر من رائعه، درجه الحراره الحمد لله اقل كتير جدا من القاهره، الرطوبه كمان اقل الحمد لله هنا في منطقه برج العرب. ده يمكن يبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه في درجه حراره تكون اكثر من ممتازه. يمكن الفريق محمد بعد اختتام يعني استعداداته بالامس على استاد مختار التتش بالجزيره، الفريق يمكن وصل هنا لفندق الاقامه او مقر اقامته هنا في مدينه برج العرب في تمام التاسعه مساء. كان على طول اللاعبين تناول وجبه العشاء يعني في تمام الساعه العاشره، ومن بعدها خلد الجميع للراحه. يمكن اليوم كمان النهارده بدا في تمام 11 صباحا كانت وجبه الافطار، بعد كده فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف اللي بقى فندق الاقامه. يمكن كمان فندق الاقامه محمد مميز جدا هنا ان في ملعب تدريب يمكن مستواه عالي جدا، الفريق النادي الاهلي معتاد في يمكن يعني الاقامه في هذا الفندق والتدريب على نفس الملعب في كل معسكراته في الفتره الاخيره. ادى التدريب الخفيف زي ما قلت لك يمكن في تمام الساعه 12 ونص الظهر. يمكن كان كمان كان وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4 والنصف. اللاعبين طبعا حالا في هذه الاثناء بيجهزوا طبعا للمحاضره الفنيه ووضع اخر الخطوط العريضه لخطه المباراه النهارده. يمكن زي ما انت قلت محمد الفريق مكمل في معسكره لما بعد مباراه الاسماعيلي وصولا ان شاء الله لمباراه الاتحاد السكندري. يمكن كمان الجهاز الفني اصطحب 24 لاعب مش زي كل مباراه 21 لاعب، خاصه ان ده معسكر لمباراتين مش مباراه واحده، تحسبا طبعا لغياب اي لاعب او اي ظروف عارضه. ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا كلنا واللاعبين كلهم يكونوا في اتم حال سواء بدنيا او فنيا، يكونوا كلهم جاهزين للمباراتين سواء مباراه اليوم امام الاسماعيلي او كمان مباراه الاتحاد السكندري باذن الله. كان محمد الاستعداد على قدم وساق هنا، انت عارف مباراه الاسماعيلي بغض النظر عن ترتيب الفريقين، النادي الاهلي طبعا في الصداره والنادي الاسماعيلي يمكن في مركز متاخر في المركز ال 13، ولكن مباراه غايه في الاهميه. النادي الاهلي عايز خطوه جديده يحسم بها بطوله الدوري ويقرب خطوه كمان من البطوله. على الجانب الاخر طبعا النادي الاسماعيلي عايز يعني زي ما بقول يهرب من شبح الهبوط، خاصه انه فاضل له ثلاث مباريات، مباراه النادي الاهلي ومن بعدها الداخليه ثم الختام هيكون مع الاتحاد السكندري، فطبعا موقفه يعني صعب جدا. طبعا احنا من جانبنا النادي الاهلي انت بتلعب على هدف واحد وهو الفوز، الاقتراب خطوه جديده من البطوله، سواء زي ما اتكلمنا قبل كده محمد مباراه الاسماعيلي النهارده ومباراه الاتحاد يوم السبت هم خطوتين في غايه الاهميه لحسم البطوله باذن الله في المباراه اللي هتليهم باذن الله يوم الخميس بعد المقبل امام الزمالك باذن الله. وباذن الله تبقى فرحه كبيره لكل جماهير النادي الاهلي، وباذن الله كمان تكون البطوله 43 للدوري العام. كمان يمكن ده على الجانب الفني محمد، الجانب الاداري يمكن مجهود اكثر من رائع من اداره النادي الاهلي وتوفير حافلات مجانيه لجماهير النادي الاهلي المتجهه لاستاد برج العرب لمشاهده المباراه مساء اليوم. يمكن الحافلات ما كانت موجوده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او بالسادس من اكتوبر طبعا موجوده بالمجان لكل جماهير النادي الاهلي، شرط طبعا يكون حيازتك تذكره المباراه الفان اي دي. وباذن الله جمهور النادي الاهلي كعادتنا بيه دايما يا احمد يكون اللاعب رقم واحد النهارده في المباراه، وباذن الله الثلاث نقاط يكونوا من نصيبنا باذن الله رب العالمين. انت قلت يا توفيق 24 لاعب موجودين في المعسكر عشان المباراتين باذن الله، يعني بالتالي اعتقد اي لعيب بره ال 24 مش هيكون موجود كمان في ماتش الاتحاد السكندري غالبا يعني. طبعا يا محمد يمكن زي ما انا قلت لك هو الجهاز الفني يفضل انه ياخد 24 لاعب، انت بتتكلم في مباراه الاسماعيلي النهارده بعدها على طول 48 ساعه مباراه الاتحاد، يمكن في كمان من ضمن ال 24 اربع حراس مرمى، فالجهاز الفني كان حريص ان يكون كل اللاعبين موجودين. يمكن حتى واحنا موجودين في الجزيره الصبح محمد قبل اتجاهنا هنا الاسكندريه كان طبعا اللاعبين المصابين بيأدوا برنامجهم الاستشفاء والعلاج، كان عمرو السوليه كان بيجري حول الملعب، محمود متولي كمان كان بيواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي، فكل المنظومه محمد شغاله على قدم وساق سواء اللعيبه اللي بتتأهل اللعيبه الغايبه كمان بتأدي تدريباتها واللعيبه الموجوده في المعسكر طبعا استعداد على قدم وساق زي ما قلت لك سواء مباراه النهارده او كمان مباراة الاتحاد ان شاء الله في الجوله المقبله باذن الله رب العالمين. هل في اسماء بارزه خارج ال 24 ولا كل التشكيله الاساسيه او اللعيبه اللي كانت بتشارك بشكل اساسي الفتره الاخيره موجودين في معسكر برج العرب؟ طبعا بدون الدخول في التفاصيل يا محمد زي ما دايما متعودين كل اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه الفتره اللي فاتت موجودين الحمد لله في القائمه، ما فيش غيابات طبعا باستثناء عمرو السوليه ومحمود متولي باستثناء الغيابين دول والاصابه طبعا زي ما انت عارف. كل اللاعبين اللي اعتدنا في وجودهم في الماتشات في الفتره الاخيره كل العناصر الاساسيه اللي انت عارفها وكل جمهورنا ده عارفها
الحمد لله موجودين في المعسكر وباذن الله يكونوا موفقين. 6 نقاط في غايه الاهميه يا محمد لسرعه حسم البطوله باذن الله قبل عدد كبير جدا من الاسابيع، تدي الجهاز الفني باذن الله فرصه لاراحه عدد من اللاعبين، خاصه انك مقبل زي ما انت كنت بتتكلم على بطولات مهمه كبيره جدا سواء السوبر الافريقي او كمان دوري السوبر الافريقي باذن الله رب العالمين. اعتقد انتوا في الفندق اللي هو جنب الاستاد، يعني المسافه 5 دقائق كده، التحرك ممكن يكون مثلا على الساعه 7 الا ربع، يعني 10 دقائق تبقى في ملعب برج العرب. بالظبط يا محمد، طبعا انت كنت واحد من الناس اللي لها خبره كبيره جدا، ويعني كانت في معسكر كده جدا للنادي الاهلي، يمكن زي ما انت بتقول اقل من 10 دقائق كمان، هو في نفس الشارع على طول. طبعا اختيار اكثر من رائع، سواء طبعا علشان الانتقال وكمان راحه اللاعبين، كمان زي ما قلت لك في موجود ملعب اكثر من رائع علشان التدريبات اليوميه. انت بتتكلم انك انت اتدربت النهارده تدريب خفيف كده، يعني زي ما نقول فك عضلات، لكن عندك بكره هيبقى في تدريب وبعد بكره كمان في تدريب، فاعتقد اختيار مناسب جدا. وبالظبط يا محمد زي ما انت قلت 10 دقائق بالظبط ما بين مقر الاقامه وملعب المباراه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين دعوات كل جماهير النادي الاهلي معانا 8:30 مساء، يكون باذن الله كل فريق النادي الاهلي في اتم حاله وجاهزيه تامه، وباذن الله نحتفل بفوز واضافه 3 نقاط جديده وخطوه جديده باذن الله نحو اللقب ال 43 باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من فندق اقامه فريق النادي الاهلي في برج العرب قبل لحظات قليله والتحرك الى استاد برج العرب.